ونتحول لأهم أنباء الطقس في نشرة التاسعة. نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم ومحافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، الإسكندرية 32-23، مطروح 29-22، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 37-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-23، العريش 32-22، طابة 35-26، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 38-28، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-28، شلاتين 37-28، حلايب 35-29، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.